ما كاينه غير الموت، ما باينه باين شي وقع من الموسيقى، ما كاينه غير الموت. صيفطوها جنازه. محمسي محمسي الطاقه بزاف. طبيعي رابيع دابا فين تحطوا وجهكم نتوما بربعه؟ هذا اخر عمر غتدخلوا فيه في شي عرس. نيت هذا اشهار لهذه الفرقه هذه، باش اللي شاف هذه الفرقه هذه ما يخدموش معاه، فهمتي؟ ايوا حنا تزادينا قبيح. الجرس في امريكا كلاس، راحة نفسية، كتخرج كتهز لي كوتي ديالك كتخرج فرحان. الجرس في اليابان تقدر ما تبغيش تخرج من القسم حتى يسالي الجرس، باش انت تستمتع به وفي نفس الوقت يعطيك واحد الراحة نفسية باش تخرج بشوية عليك ويريح لك الأعصاب ديالك. الجرس في الهند جوج درايبات وديك الرنة كتبقى غادة بشوية، فهمتي؟ كان عرفتي الهند زعما انت ما كنتش متوقع منه ماتش. اجي وتشوفوا سركفاتي في العولة. الجرس في المغرب نهاية العالم، كتخرج بفزوع كتجري بحال يهرب من شي مصيبة، ياك ما شي حرب نايضة وحنا مفراسنا والو. جيت وبديت الرياكشن ديالي ودخلت في الفيديو بحال اللي ما وقع والو. عارف الاخوان والله تنقصر معاكم بزاف، واخا نتوما ما قصرتوش في مرة، الفيديو كنحطو كيوصل أكثر من 100,000 مشاهدة، تبارك الله ما شاء الله، واخا أنا أصلا عندي في القناة 100,000 أبون، ولكن هذا العبد المذنب المتأخر تيحط فيديو وتيغبر واحد جوج سيمانات ثلاثة وعاد تيحط فيديو آخر، ولكن الاخوان كنوعدكم غيجي واحد الوقت غنبقى نحط لكم نهار فيديو نهار الله. قبلك على واحد الأبوني واحد اللايك وخلي شي تعليق باش يوتيوب تنسيكم شوية. لا لا ما بغيتش. عاوتاني لا لا ما بغيتش. ولا لا ما بغيتش متوش حيدو ما بغيتوش كتثقوا فيا. اوكي نوضع ريلاكس. لا اله الا الله، لا اله الا الله. حتى لهاد الدرجة؟ لا لا صبر. كيفاش زعما يسيني لك في القرآن؟ راه بزاف. خونا شو الرياكس تي مسكين اللي دار، راه ما عرف باش تكلو. لا اله الا الله، لا ترى الشيطان وما غيفهم فيها والو، هذا راه الشيطان يكون واقف تما يستحيك. انا متاكد ان الشيطان اللي شاف هذا الموقف هذا كتقول له سيني في القران صافي يزيديه يقول انا ساليت. انتوما قاضي الغا، علاش انا غنبقى ندخل ونوسوس لك؟ الوالده حرقه الطاجين وانا ما شميتش الريحه. عرفت عرفت اش رايكم في الفيديو؟ هيا كل احسن صوره. علاش انا قريتك؟ علاش قريتك الفرنسي وما شميتيش الريحه؟ انا مقريك الرياضيات وعلاش ما شميتيش الريحه؟ العلاقة بعدا ما بين الجوج ما عرفناش، فهمتي؟ باك تيجيبك التليفون تيقول لك صلحوا لي. ايوا انا مقريك في المدرسة، انت اصلا الا كتقرا في الخامس، الا كتقرا النشاط العلمي والارنبات وداك الشيء، ولكن انت علاش ما عرفتيش تصلح التليفون؟ الوالدة راه ما قاريش الالكترونيك، انا راه قاري غير شوية النشاط العلمي، شوية ديال اللغة العربية الفصحى، هي اللعبة ديال في الحياة. دابا هذا ما شمش الريحة كلا العصب، بعنوان خرج عليك التليفون. انت مالك اصاحبي تقلقتي راه غير ضاحكين. غير ضاحكين؟ اش غيوقع لك كاع زعما؟ اش غيوقع؟ ما انا غاتهرس غير من رجليك ولا من العمود الفقري وغتقد تشلل عادي يا صاحبي. شتي اش غدير برجليك يا صاحبي؟ كاس هاي ضحكي حشومه راسو تضرب مع الحيط، خلي عليك الخلعه اللي غتكون شاده. اش من راسه هو مسكين رجليه؟ شوف فين وصلت قربت توصل للسقف. تي هو غير راسو، راسو ورجليه. انا متاكد هاد السيد هذا يكون رجلاته ما بقاوش كيتحركوا، يكون تشلل. شي واحد قرب يغلب لي في شي نقاش انا. قرب اللي كتبقى بزاف يا صاحبي. الاستاذ الامتحان سيكون في متناول الجميع. الامتحان شحال قعد ابراهيم بلا ما؟ كنخدم ديالي صبرك مملاح، رانا في يومين بلا ما اخوتي. يومين يومين رانا في يومين يومين اليوم طروازون بلا ما، ما كاش الماء كاع. اليوم كاتموا بلا ما، ما كاش كاع الماء. كيف الاخر طالق السباله يدوش في داره ومهني في داره وحنا قلالين بلا ما؟ حنا اليوم خمس ايام، اليوم ست ايام رانا بلا ما، ما كاش الماء كاع. دروك حنايا كات موا بلا ما، روازون بلا ما. خويا راه حمقتي لي الراس ديالي. ساك موا بلا ما، ما كاش الماء كاع. ها واحد والله تحسبها لي، ثلاث سنين زائد اربع شهور ناقص خمس ايام مضروبه في خمس شهور كتساوي ست ايام. انت ذكي، انت خصك الاوسكار. جاوبتي على السؤال ديال الامتحان، مبروك عليك النجاح. ناعس في امان الله، الوالده مع السبعه الصباح كتقلب على الحوايج تصبنهم. والوالده واش كنعيشوا نفس الحياه؟ واش عندنا نفس السيناريو؟ الله اعلم، حيت نفس الحاجه كتوقع لي دابا. انت وصاحبك الا رحتوا برنامج المواهب. I'm the fastest writer in the world. I can write a whole page in 3 seconds. And where can we vet this information from? Do we give you words to write or how does this work? Oh, you don't throw words to me, you'll be so slow. Oh. So that's why I came with one of my friends. He's the fastest talker in the world. You are the fastest writer. Yes. They're your friend. He's the fastest talker in the world. موهبة يا جاسر.
بداية يلا So is this where we are supposed to clap? What is this? Only thing we can see that you wrote here is the end. The others are looking like shapes of sperm in pictorial form. And you are so can you read this? This is what he said. Are you a bastard? Are you choking here? Just shut up your mouth. اسمع كيف قال لي قال له هذا بقى على اليوم صغيرت الله يلا هذا الفيديو هذا خصو الأوسكار هذا بقى على اليوم زعما هو اللي مسؤول على هذا الشيء اللي تيكون كان غيموض غيفلع صوته ما صح ونعم من المواهب زعما تبارك الله علاش النساء كيعيشوا اكثر من الرجال تشعل العافيه في راسك عاد هذا راه ماشي حلاق ولا شي حاجه الدراري بيناتهم جالسين قصارين قالوا جي نشطوا شويه نقتلوا شي واحد فينا ما تنتش شنو كيتحرقوا مزيان بزاف اصاحبي هو على ضحك كبير اصاحبي غير جبد ليه المغرب هو يشعر لما نتكلم على عدد السدود ارتفع من 14 سد الى 74 سد في الجزائر نتكلم على الحواز الماء مزيان مبروك عليك اخويا الله يزيدكم 2352 سد مائي صغير باش نفهموا مليح ولا ما جاش باطل مزيان. المغرب عنده اكثر منكم عنده الريح روح ايش المغرب عنده السدود روح ايش عند المغرب وما عندوش الريع اللي عندك روح ايش عند المغرب لا ما نعيش عند المغرب انا جزائري اكثر منك اسمع لا لا هذا ببلد المخدرات ها ياك اخويا بلد المخدرات ولكن داير السدود اكثر منك وحنا ما درنا والو هو مقروص الراسو دابا حنايا احتراماتي للشعب الجزائري كامل تبارك الله عليك عندكم داكشي مزيان ولكن السيد قال لك المعقول عندنا السدود كثر منكم عنده الريح وقف عند حدك غير نوض ولدي للسبوره حنا هنا باش نتعلموا مين يقول لك هذه الكلمه الاستاذ ديالك ما تنوضش شوف اي عذر استاذ بغيت نمشي للطواليت بغيت نهرب انا باقي ما شفتش الفيديو ولكن حسيت بلي غتوقع شي حاجه انا فاش نوضت هذا ما عرفتش اشنو كيدير هنا هذا مالو جابوا لهنا كيبقى يقول لك انت اش كدير هنا حتى المستوى ديالك الثاني ماشي السيزيام اش كدير هنا وانت قلتي لا خويا غير نوض حنا راه هنا باش نتعلموا راه من البيت الثاني وما كيديروا لي بحال هكا عليه عمري تعلمت كنوض تيقولوا لي انت النيفو ديالك ديال البيت الاول كنوض في البيت الثالث تيقول لي النيفو ديالك ديال البيت الثاني داك الساعه ما تقيدناش الاستاذ كيفاش جبت نص في الفيزيك ياك الدره هي المره الثانيه انا دابا عاد هضرت الاساسيات دابا هادشي اللي غيكون وقع لذاك السيد باش قال له غير نوض ولدي حنا كنتعلموا هو ما توقعش لهاد الدرجه لما تطلب مترجمه مستقبل الجمعه ماركوس تسمعني دكتور ماركوس هل تسمعني خلاص امال حضرتك فاكر ايه يا حبيبي لا انا شو واو ذات از ذا كور ايشو انا ما تلاحظت كونسيرنينج تنشن اند ذا ما عم لحقه of the Russian military ensures انا بدي اطلب طلب دكتور ماركوس حاول ان تتكلم ببطء حتى المترجمه تتابع ما حصل في الاتحاد السوفيتي في unification was told by America Britain اذا تفضلي فكره انت ما كيخشي داخل هذه الحرفه ما موجده ليها ما والو راه السيد اصلا تيهضر بشويه المذيعه دكتور ماركوس هل تسمعوني المترجمه هل تسمعوا دكتور ماركوس دكتور ماركوس هل تستطيع التكلم باللغة العربية؟ آخر شي صار عندها ضيق بالتنفس ما يمكنش ما تكونش كتعرف شي واحد في هذه القضية وديم انت ابو جيلنك خيارت الو وديم الو وانت ابو جيلنك يا با وكي غوت صاحبي الرب اللي خلق اخونا ما كاينش هنا يعني كيدير داك الصونيت غير باش الاخر
يفيق داك اللي معاه في الدار باش داك خونا يجي يعصب ويخرج ليه مصار هو الملعب صافي التشيون على باقي باش تدير لي الطريقه واه راه ما عشيش والله تعين راس فراسكم الاخوان فين ما تكون كتقول شي حاجه على راسك انت نيت خصك تقول تبارك الله ما شاء الله. دابا هادشي اللي وقع مع هاد السيد هذا قال كيشكر في داك الطوموبيل ما قال تبارك الله ما قال ما شاء الله. جواب جا في بلاصه عينك حاره جاب الله قوصتي على راسك الحمد لله ما قوصتش هذاك الكاميرا وجي من لي كره طار بجا عند الله. اه بويز تجيش لي غير فتح لها الفيلم سمع جابوها لي عبار وخليتوها بلاصتها ولاد الحرفين يو هيلب اوت يو غراب ذات باكيت سبلاش سم واتر اون هير يا ربي نكون عا كنحلم وعلى ناس كي داير صاحبي واخا تكون ما عادش دير في حياتك طيراتني غير باش تحرك هو اللور زعما راه بعدوها على المشاكل جابوها عبار أشياء يستعملها المغاربة للتعبير عن الرفض. النبق لخديتها النبق لشتيها هذه كاينة والريح لدتها فيك والريح لصورتي منه شي حاجة كاينة والزعتر لكليتيه والزعتر لربحتيه كاينة والباكور لشتيه والله حتى كاينة كنستعملها هي والضباب لطفرتيه كاينة الشعر هادي ما عرفتش البعر لا صورتي منه شي حاجه كاينه البعابع شنو اصلا البعابع والله تي تقولها انا البعابع على كليتي شي حاجه من عندك والبعابع على خلصت عليك ولكن اش كتعني هو ما عرفهاش مسكين صاحب الصفحه ما عرفها ابني معمل له استدعاء ولي امر عشان بيضحك في اي وقت انا والمديره بتحكي لي اللي حصل بصات باللي راه ولدي راه داكشي واخدو جينيتيك فهمتي راه وارثو من عندي لقيت الراجل كيضرب في مراته غير كضحك لقيت الراجل كيضرب في مراته في الشارع يسحب ليا تجربه اجتماعيه دخلت نفك هو يشتف عليا معاه انا في ديك اللحظه قالوا انا في التجربه الاجتماعيه كقايبينهم بطوليين فهمتي كيجربوا ان شي واحد كيضرب مرته في الشارع وكيبغي يشوفوا الرياكسيون ديال الناس المارة شنو غيديروا هو طاح في لوكا حقيقي صدق جابها هو مرته لا ينعوف ضد النساء الاخوان راه Do you speak English? No, I don't speak English. Why? There is any problem? I need someone to speak English. I don't speak English. Well, what's wrong? She wants someone to speak English. Do you speak English? No, I don't speak English. Are you sure? Yeah, I'm sure. Are you sure? Why? What the problem? I need help. You need help. So you need someone to speak English. Yes. I don't know how can I help you. Maybe there is someone there. Oh, there is two guys. Maybe they speak English. Excuse me. Black man, do you speak English? No, we can't speak English. Do you need any help? Yes. No, she has a problem and she wants someone. Speak English? No. I don't know how can we help you. I would like to help you, but I am sorry, I don't speak English. It's okay. It's okay. Okay. Thank you. والله إلا خربقوا لي عقلي يا صاحبي. مشيت باهو يتقلب معاه على شي واحد تيضرب لونجلي. أنا منيتي. والله يسهل عليك أختي تلقى شي واحد تيضرب لونجلي. الضياف كيتسناو في الماكلة. انا وماما في الكوزينه قلت لك هذه هنايا صافي عندك شد عندك هذه شنو درتي كبيك القرعه هنا ويلي قلت لك ندير غير شويه اه جيتي غادي جيت خليني واحد انا بوحدي شنو غادي ندير بهذه الحريره شنو ندير لها أرزلي عرفتي مي قال داك أرزلي صافي راه كيخرج ديما الحل سبحان الله العظيم زيد فيها الماء غير قد لي المذاق صافي قضي وكيدوز داك النار في الاخر كيسالي بالضحك والنشاط والرفاهية داروا الدواء ديال الإسهال في الماكلة للطيور تنايت
Oh my God! 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 Excellent. وتين هادي لا ما ضحك ما والو بالروج ولا صح وني تيسحب ليه الشعب المغربي اللي هارب ليه تي هادو راه كوراه فكره ما طاحتش على ابليس هاد الفكره هادي طاحت على هاد البشر امي اذا عندي مكالمه مهمه يعني مع الخدمه مع البوس ديالك يعني مكالمه ما خصش يكون فيها الضجيج نهائيا وظيفه اللي احلم فيها اخيرا عندي اجتماع معاهم يما تكفين بدون صوت ها اكيد السلام عليكم احمد الله ما هدرتش معاك الفضيل خطرت لك خد طاجيج لامبيونس بالضع ياكم قالت لك شي كلمه ماشي ديال البوس ديالك يحقر عليك حياتك كامله حتى بطفي عينو فاش تكون الوالده كتهضر مع خالتي ابل فيديو وكتقرب الكاميرا لعندنا اجري اذا سافرت للخارج وما معك لغه انجليزيه كيفاش تقدر تسلك راسك شوفوا هلو Excuse me, actually my English is not good. Okay. But you know Tom and Jerry? Yes, the cartoon? Yeah, Jerry is here in my room. Sorry? Jerry is here in my room. You have a mouse in the room? Yeah. Please, come here and when you come here, bring Tom with you. We don't have Tom in the hotel. Okay, come please. Okay. سلك راسو فوج على داك خونا اللي كان كيهضر معاه فاش قال له بنت كون جاي جيب معاك طوم قال له راه ما كاينش طوم قال له اجي انت صافي ماشي مشكل هاد الناس اللي تيكون عندهم هاد الشخصيه هادي كيسلك راسو وما تيمركش وما اللي كيوصلوا بزاف ما عنديش لونجلي ما نقدرش نهضر ويلي غيضحكوا عليا وتا نوض صاحبي دوي كيما جات عتلق المهم يفهمك سؤال البونو ما سر ابتسامتك ما سر ابتسامتك البا اخليكم ديما فرحانين امين اخويا امين اخويا حفيظ بوزغبة الله يخليك انت ديما فرحان وديما ناشط تحيه لكاع الكنيات واخا ما عرفناش على جدودنا كيديروا هاد الكنيات بحال هكا ولكن كيشوفوا التنمر اللي في بونو امين اخويا حفيظ بوزغبة الله يخليك انت ديما فرحان وديما ناشط الضحكه اللي في الاخر صافي قالت كلشي نشوفوا الاختراع ديال السيد قالك اختار شي حاجه لان التليفون ما يتهرش ليه لا طاح من الفوق اتقدم لي واحد وتخطبنا 3 سنين وليه 3 سنين ما تخلوها 30 سنه والفرح بعد ما يتوفى الوالد كملي يا حبيبتي كملي يا ماما بعد كده اتجوزنا واترفض من شغله على طول وشك حلو عليه يا سعاد وشك حلو عليه يا حبيبتي كملي يا اختي وبعد كده عملنا حادثه بالعربيه طبعا هو اتخرش وانت سليمه صح ايه ده عرفت ازاي مالكيش دعوه مالكيش دعوه لا اقطع لك من التلفزيون ده انت منحوسه قوي كملي يا حبيبتي وفي المستشفى لما زرته بحله باميه اتدلقت عليه وهي سخنه الهي تتحرقي انت وابو لهب الراجل عايش ولا مات يا سعاد المسكين عايش بس على كرسي بعجل والمسكين ده اسمه ايه يا سعاد حسين يا سيدنا الدنيا حسين يا سعاد سيدنا الشيخ حسين نعم بالشلوت يا حسين بالبنية يا حسين خلص عليها يا حسين ماتت يا حسين سيدنا الشيخ روح اتجوز يا حسين روح اتجوز يا ماما وكده خلصت العملية ولكن اختيركي وشك حلو عليه قوي باللغة المصرية يعني زعما تبارك الله عليك دخلتي السيد غادي ها الناس كيتزوجوا كيمشيوا انت غادي ها هابط مدفون هاد الكلب جا عند هاد البنات خافوا وهربوا نورمال اللي خاف نجا غيجي واحد صعصع غادي يبغي يبان بلي شوف حنا راه ما تخافوش من الكلب راه غير كلب وصا اجي اجي شتيك راه على حالها وانت بغيتي تصعصع عليها هو اللي مشى عنده ومع ذلك البشر ظالمين جمعوا على كلب تحاموا عليه ضربوه ولا حشومه الكلب صافي شاف راسه واحد هرب خلى لهم ديك البلاصه غيجي واحد صعصع اخر ايش واحد صعصع اخر هو دابا يبان غيجي غيخرج من بين الناس بوحدو غيولي سوبرمان غيطير
شي شحال نقز هاد الكلب هذا راه ماشي كلب ديال الزنقة، هذا كلب ديال دارهم حيت ولد الناس، عرفتي علاش؟ ما كيعطش اي واحد، مشهجم عليه هادوك اللي جاو باغيين يصعصعوا عليه وبانوا عليه زعما واري. بعدا صصع الثاني فواحد الهضره ولا سوبر ماشي كينقز، نقز هادشي كامل. هاد لاكار ديال القنيطره فيه واحد ديفو خايف بزاف، شوف الناس هنا كتعذب باش تطلع. نتمنوا يقادوا هاد المشكل هذا باش ما يبقاش. بالنسبه لهاد الراجل هذا مسكر راه ما قبيله، هو كيحاول باش يطلع ومازال ما طلعش. شو ما صح شو السيد مسكين راه ما عارفش باينه متى طلع بيه كونتوني. لا صاحبي ديك الساعه قول له خليه هبط معاه عاود طلع من الجرخ انت ومرتك مور ما ولدكم. قال شرحوا لي القسم الاقليديه. ولا شرحي لي القسم الاقليديه اصلا باش فات نحن القسم الاقليديه. نقول له ولدي غير دوزها ما تفهمهاش كاع ودور يعطينا سي خصنا نوض 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 من الهضره نوض راه ما بغاش يسمع كيقول لك خدي من الناس سيدو الله يرضي عليك ويكمل منك. الله يصلح الولاد يا رب، يصلح الولاد الله يرضي عليه الله يرضي عليه يا ولدي يا رب. احذر يدك احذر يدك الله يسكت ايه دوش ليهم تبا بصراحة. تشاورها تشاورها تشوف تعاود الوضع ابو نيسان حاجه عادي عادي. الله يا سيدي الله حمام الفن سيدي المسكين انا اراود اسمعني ربي تفيقنا بعيبنا. اسمعت اخونا اش قال يا ربي تفيقنا بعيبنا مسكين ما بغاش يدخل في ريشان وصل له ميساج اندي جالسين مع العائله وكل شيء ناشط. ولد اختك مصيبه غتوقع اليوم والله الا جلستو فرحانين لو نتوما مرتاحين داك الله نهار السعيد غي يرونوا لكم ولد اختك. اكتشفت واحد القوه اللي هي قوه خطيره نقدر نطير داخل. اش كتوقع ولدي وقع؟ اش كتوقع؟ كتوقع غطير راه غطيح في الارض غتهرس اصاحبي وغتخرج على العائله ما فيها ديك النهار يدوزو كحل. والله بزاف وبزاف لا يتم لي منحوس منه لي منحوس منحوس واخا يدير شنو ما دار هي كتضربها كتجي فيها ما يبدلو البلاصه كتوشي يجي فيها عاوتاني. الا كنتي الاخوان باقي ما شفتيش هاد لا فيديو راه الالغوريثم ديال اليوتيوب كتقول لك بلي هاد الفيديو راه غتعجبك وغادي يضحك. دخل تفرج فيه وما تنساوش ديروا واحد لايك وواحد الابوني ونشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه.